بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أخي احنا اليوم كمناصرين جزائريين لما يكون الكلام على المنتخب التونسي أو المغربي تعود قضية شرف وقضية نيف وقضية وطني. مساندة الفرق المغرب العربي الكبير كلها تهمنا ونجاح المغرب العربي الكبير في أي مجال كان سواء رياضي أو ثقافي أو اجتماعي، احنا كمشجعين جزائريين يهمنا، ورانا اليوم ما جينا لا نأديو في الواجب نتاعنا. احنا تمنينا النهائي يكون عربي بعد خروج المغرب المنتخب المغربي اللي تأسفنا كثير اللي كنا في الهون في الملعب وشفنا المقابلة خاصها المغرب شوية حظ وذيك تالي تكون في النهائي في أدوار متقدمة، والحمد لله حظ موفق للمنتخب المغربي في اللقاءات القادمة إن شاء الله. واليوم إن شاء الله يحقق المنتخب التونسي المرتبة الثالثة، وإحنا يا أخي الجزائريين لازم نحمروا لكم وجوهكم بربي إن شاء الله، نروحوا بالكحلوش إن شاء الله المغرب العربي، وتحياتنا لأصدقائنا المغربيين اللي راهم يتفرجوا فينا ولجميع الجمهور العربي. السلام عليكم أخي، إحنا جمهور جزائري جينا اليوم نشجعوا المنتخب التونسي إن شاء الله المرتبة الثالثة إن شاء الله، واحنا باذن الله احنا ناخذ الكحلوشه باذن الله، ونتمنى كل توفيق المنتخب التونسي والمنتخب المغربي اخواننا واشقائنا، وان شاء الله باذن الله راح ناخذ هذه الكحلوشه باذن الله، راح تكون اللي نصيبنا ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله. شكرا وتحياتنا، ونهدوا هذا نهدوا الجميع الامه العربيه ان شاء الله والامه الاسلاميه ككل بالتوفيق ان شاء الله. نفتتح انا بسم الله ومن بعد ينسى Thank you.